مباحثات سعودية باكستانية لمناقشة التعاون الثنائي بمجال الطاقة والتعدين. الإمارات تؤكد أن مشاركتها باليمن تستند للدفاع عن النفس ومكافحة الإرهاب. لبنان تؤكد أن أي اعتداء إسرائيلي عليها سيقابل بدفاع مشروع عن النفس. التحالف العربي يسقط صاروخا حوثيا في صعدة شمالي اليمن. وزير الإعلام السوداني يؤكد العمل على إلغاء القوانين المقيدة لحرية الصحافة. سفير مصر ونائب وزير الخارجية الروسي يرتبان لقمة روسيا إفريقيا. وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي. محكمة تركية تصدر حكما بالسجن 10 أعوام على قيادية بحزب معارض. المحكمة العليا في بريطانيا ترفض طعنا ضد تعليق عمل البرلمان.